طيب نسأل كابتن الكبير، واحد من نجوم الكرة المصرية سواء النادي الأهلي أو منتخب مصر، كابتن الكبير كابتن أسامة عربي. يا كابتن أسامة صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور. صباح الخير يا كريم، أهلا وسهلا بيك وبالسادة بالنسبة لنا المستمعين بقى المشاهدين يعني. طبعا يا فندم. طيب أنا كنت أسألك على القرعة النهاردة، قرعة تصفيات النهائي المؤهلة لكأس العالم، مواجهة مصر والسنغال، شايفها إزاي؟ والله بص يا كريم، طبيعي طالما احنا وصلنا 10 فرق وخمسه مصنفين اول وخمسه مصنفين تاني، فكان متوقع دي قرعه تقابل اي حد من الخمسه. صحيح، ما فيش شك، انا واحد من الناس كنت اتمنى بالترتيب كده استبعد الجزائر، السنغال، المغرب، نيجيريا، تونس. يعني ترتيبا في القوه من وجهه نظر الشخصيه يعني. ما فيش شك انت وقعت مع واحد من المنتخبات القوية جدا في افريقيا، واحد يملك لاعبين كبير على مستويات عالية ومصنفين حتى الان الاول، وصحيح ادائهم في الامم الافريقية حتى الان مش المستوى المطلوب، لكن ما فيش شك هيبقى منتخب صعب جدا. نفس الشيء انت مفروض، انت مصر عندك ثلاث مشاركات كاس عالم، عندك سبع امم افريقية، عندك لعيب بحجم محمد صلاح، بحجم الشناوي، عندك لعيبه جيدين، فالمباراه مش هتبقى سهله لا لينا ولا للمنتخب السنغالي، بس هي متوقفه على حاجات كتيره جدا. لو احنا فضلنا بنفس هذا المستوى اللي حتى الان بيقدم في البطوله الافريقيه حتى هذه اللحظه، هيبقى صعب عليك. يعني بنتكلم بيرد عليك، لان الفرقه عده مقومات، إدارة مباريات، تشكيل جيد، تغييرات جيدة، حالة فنية كويسة للاعبين. صح. ففي جزء حتى الآن بالنسبة للمدير الفني وبالنسبة وجزء آخر على اللاعبين مش واضح ومش مكتمل حتى هذه اللحظة. الله أعلم إن شاء الله من ماتش كوت ديفوار هل هنقدر نشوف حاجة تانية متغيرة، يعني حاجة يعني تبشر بموضوع يعني أفضل من كده، وإن كان ممكن جدا بطولة أمم إفريقيا ما تبقاش هي المؤشر النهائي لمين اللي هيوصل في بعد شهرين في كأس العالم. صح. لأن خلي بالك أنت عندك ظروف كتيرة جدا 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 هتبقى متغيرة. لا أنا هفكرك كابتن أسامة، إحنا كنا بنروح نكسب كأس أفريقيا ونرجع نخرج من كأس العالم، تصفيات كأس العالم. مظبوط يعني مظبوط، اصل انت في النهايه ماتشات كاس العالم هم ماتشين ذهاب وعوده. صح. يعني مش دوره هتلعب فيها 10 15 ماتش ولا ماتشين ذهاب وعوده، متوقفه على حاجات كتيره جدا، متوقفه زي ما قلت لك على الحاله الفنيه بتاعت اللاعبين وقت المباراه لما يجي يوم 24 ويوم 29، دي نقطه. متوقفه على حاجات عوامل خارجيه بره ايدك، في حاجات في ايدك وفي حاجات بره ايدك زي موضوع الكورونا وإميكرون والوباء العالمي دوت. انت دلوقتي بتشوف منتخبات في الامم الافريقيه يقول لك فجاه 7-8 منهم غايبين. صح. ما هو خلي بالك دي عوامل توفيق ايضا، في احيانا بتلعب ادوار. يعني صحيح انت الاجتهاد والتنظيم واختيار التشكيل والروح وكل ده الاساس، ولكن في حاجات برضه عوامل خارجيه ممكن تلعب كويس جدا وما تبقاش موفق. مظبوط. يعني ماتش الجزائر وغينيا مثلا كانت بتضيع جوان بطريقه غريبه، رغم ان الجزائر مش احسن حالاته. ماتش الجزائر وسيراليون كانت بتضيع جوان غريبه مش ممكن. ماتش مثلا كوت ديفوار وسيراليون تعادلوا في الدقيقه 90 بهدف ولا في الاحلام، كره بره الجون ب 20 متر الجون يتشقلب وترجع على الجون وتخش جون. يعني عندك حق، ففي عندك في حاجات في صح. عوامل توفيق هتفرق وقت في وقت المباريات نفسها. مظبوط. لكن احنا مفروض نجتهد اكتر من كده بكتير. مفروض نتلم اكتر من كده بكتير. مفروض الروح تبقى اعلى من كده بكتير، والاداء يبقى مقنع بحيث ان الناس تبقى عندها ايه شيء من الاطمئنان. صحيح. لكن كل مباريات القرعه صعبه، يعني صعبة لما بالتأكيد. مصر والسنغال هيبقى صعب على الاثنين. صح. الكاميرون والجزائر صعب على الاثنين، الفرقتين كويسين. المغرب والكونغو رغم ان المغرب فرصها اكبر لكن الكونغو فرقه مش سهله. نيجيريا وغانا، طبعا نيجيريا افضل فنيا دلوقتي، لكن زي ما قلت لك بعد شهرين ما
من الان انا مش عارف الحاله الفنيه بتاعت كل فرقه ممكن تبقى ايه. عموما عموما يا يعني كابتن اسامه، هو المهم بالنسبه لنا احنا نبقى مركزين وشايفين طبعاً كويس اهدافنا وعارفين طبعاً احلامنا في رايحه فين، ودايما طبعاً بقول ان الروح والحماس هم اللي هيفرقوا معانا بكل تاكيد. الكابتن الكبير كابتن اسامه عربي نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني.